بين مفردات الطبيعة الهادئة التي تعانق فيها الجبال الشامخة زرقة المياه وشمس النهار الدافئة، رافقتنا الدكتورة سلوى السويدي مع طاقمها الطبي إلى منطقة الرحيب في مدينة دبا الفجيرة في جولة تفقدية دورية لعدد من المسنين في المنطقة، قاطعين الطريق ذاتها التي مر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يوم استقبلوا أهل دبا في زيارته الإنسانية النبيلة للإطمئنان على صحة المسن علي الحسان في العام الماضي، وهو اليوم الذي كلف فيه الطبيبة سلوى أول اختصاصية في طب المسنين بدولة الإمارات بالإشراف على المسنين في المنطقة. أنا وجماعة أخواني منصور، شوفي أي حد محتاج إلى علاج الحين أنت ما فوضتش على هاي المنطقة، تشوفين أي حد يحتاج إلى علاج بلغين ونحن. في هذا المنزل التقين المسنة شيخة مصبح التي كانت ترفض الانصياع لأوامر الأطباء، لكن الدكتورة سلوى وفريقها نجحوا في إقناعها بضرورة الالتزام بأخذ الدواء. للمتطوعين دور لا يستهان به في هذه الحملة. زين خلينا نحط الدواء. وقفتنا التالية كانت في بيت المسن مبارك عثمان لإعطائه الحقنة الدورية وتقييم حالته الصحية. يعاني مبارك من الانفصام منذ أكثر من 40 عاما، حيث شهدت صحته فيما مضى تدهورا بالغا، لكن وبفضل متابعة الدكتورة سلوى وفريقها شتان ما بين الأمس واليوم بالنسبة لمبارك وأسرته. مسعيد حبيبتي شيخ بارج. أما وقفتنا الأخيرة فكانت في بيت علي الحساني. لم يكن الحساني هناك، ولكن زوجته كانت بانتظار الفريق الذي أجرى لها الفحوصات الدورية اللازمة. كنت دائما أحرص أن أقدم الخدمة في بيت المريض شبيهة تماما بالخدمة المقدمة في المشفى، مشان يكون دائما النتائج أفضل، يعطى المريض علاج بين أهله وزويه. وكانت الدكتورة سلوى قد شكلت مجموعة من المتطوعين الشباب من أبناء المنطقة وبناتها لمساعدتها في مهمتها. الحمد لله هذا للجماعة، الله يطول عمارهم ويخليهم يا ربي، ويخلي لنا الشيخ محمد بن راشد ويخلي محمد بن زايد وخليفة، والله يرحم أبونا زايد ما قصرتوا، والنعم بخالد والجماعة اللي وراه، الله يطول عمارهم إن شاء الله ويخليهم. تم تزويد المتطوعين بمعدات لإجراء قياس الضغط والسكري، وتم تدريبهم على استخدامها، حيث يقومون بإجراء زيارات أسبوعية للمسنين في بيوتهم ويجرون لهم الفحوصات. من تجربة تطوع فردية إلى عمل مجتمعي ومؤسسي متكامل، شوابنا هنا بين أيد محبة وعطوفة ومخلصة، أيد تسهم في رفع الألم والمعاناة عنهم وتحافظ على كرامتهم في آخر العمر. حسين الطنيجي، العلوم الدار، دبا الفجيرة. إذن نحن أمام بادرة تطوعية لافتة وجميلة. تنضم إلينا في استوديو علوم الدار الدكتورة سلوى السويدي، أخصائي أول طب المسنين، مدير مركز ملتقى الأسرة في هيئة الصحة بدبي. مرحبا بك دكتورة في نشرة علوم الدار. يا هلا. جهد إنساني تطوعي مثمن، وهذا ليس بغريب على بنت الإمارات وأيضا المرأة في دولة الإمارات. بداية قصتك مع قصة الحساني ومع أهل دبا الفجيرة بشكل عام دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كانت مع خبر نزل في جريدة البيان عن مسن ومسنة في دبا الفجيرة عايشين بروحهم ويطلبون المساعدة، لأن يعانون من تبعات الشيخوخة وصعوبات ويطلبون الرعاية التمريضية. أنا كمديرة مركز استراحة شواب سابقا والتقى الأسرة حاليا، فكرنا نحن ننقل تجربتنا إلى دبا الفجيرة وما نكتفي بأنها بس محصورة على إمارة دبي، لأن احنا دولة الإمارات العربية المتحدة ما في فرق بين إمارة والثانية، فحبينا نتوجه مع فريق عمل إلى دبا الفجيرة لنقل التجربة. نعم. طيب كيف تبلورت فكرة المشروع التطوعي؟ طبعاً المبادرة كانت فردية، بس الحمد لله عندي فريق عمل يتمتع بروح إيجابية عالية.
كان حاب أنه يشارك. فريق العمل اللي شكلته الحمد لله في كل التخصصات، في الأطباء، في التمريض، في العلاج الطبيعي، في السوشيال وركرز، وفي الإداريين. فالحمد لله ترتبت الأمور بهذه الطريقة. دكتورة، كم عدد المسنين وشو الخدمات اللي تقدمونها لهم؟ الخدمات الطبية طبعا. طبعا الشيء الأساسي اللي ساعدنا في 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 تطوير هذه المبادرة هو طبعا دعم حكومتنا الرشيدة أكيد، ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي كلفني مثل ما شفنا بالتقرير بتبني موضوع منطقة دبل فجيرة والإشراف على المرضى. حاليا عدد المسنين اللي نشوفهم في منطقة الرحيب اللي هي المنطقة الأساسية اللي فيها الحساني 22 مسن ومسنة، وبعدين نطلع من الرحيب إلى منطقة ضدنا مؤخرا، وإن شاء الله تتطور الأمور للأحسن. دكتورة، لو نتحدث عن خططكم وبرامجكم المستقبلية. طبعا مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حكومة دولة الإمارات تسعى إلى إسعاد الناس. هدفنا من هذه المبادرة هو إسعاد الناس وخصوصا كبار السن. هدفنا الأساسي من هذه المبادرة تطبيق مبادرة العصف الذهني الإماراتي اللي هي توصيل الخدمات الصحية إلى الناس في منازلهم وخصوصا كبار السن أينما كانوا بالضبط. فهدفنا هو التوسع، هدفنا هو تقديم الخدمة للمسنين اللي ما يقدرون أنهم يجون المستشفى أو اللي يعانون من مشاكل تمنعهم من هذا الشيء. دكتور، هناك ارتفاع معدل الأعمار في الدولة نظرا للارتقاء لله الحمد بمستويات الرعاية الصحية عموما، كيف تقيمين برأيك جهد اللي تبذله دولة الإمارات في الاعتناء بشريحة المسنين لديها؟ طبعا دولة الإمارات الحمد لله، أنا دائما أقول مجتمعنا مجتمع شاب نوعا ما، لكن رغم هذا نسبة المسنين في تزايد، معدل الأعمار قاعد يرتفع في دولة الإمارات بصفة عامة. دولة الإمارات مؤخرا وضعت استراتيجية للمسنين بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون الاجتماعية. عندنا طبعا دور رعاية مسنين في 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 اكثر من إمارة في الدولة، وعندنا في هيئة صحة دبي خدمات متميزة لرعاية المسنين، منها اقسام لرعاية المسنين ودور رعاية المسنين. كل الشكر والتقدير لجهودكم الطيبة ان شاء الله. الدكتورة سلوى السويدي، اخصائية اول طب المسنين، مدير مركز ملتقى الأسرة في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك، موفقين دوم ان شاء الله. شكرا.